الهند ذلك البلد المترامي الأطراف والمتعدد القوميات والديانات وصاحب الحضارة الضاربة في القدم، أصبح فريسة سهلة المنال لفيروس كورونا. لم تكن الهند في بداية ظهور الجائحة تختلف كثيراً عن باقي الدول من حيث أرقام الوفيات والإصابات، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدد السكان الذي يقارب 1.4 مليار نسمة، لكن الأسابيع القليلة الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة في عدد الضحايا. الأيام الماضية حافظت فيها الهند على معدل 400,000 إصابة يومياً، وهو ما أوصل عدد الإصابات إلى نحو 22 مليوناً، أرقام حطمت الهند بتسارع مخيف. خبراء الصحة يحذرون من تداعيات الكارثة الصحية التي تعاني منها الهند في ظل تخطي المستشفيات طاقاتها الاستيعابية وعجزها عن مجاراة الوضع، حيث ارتفعت أسعار اسطوانات الأكسجين الضرورية لإنقاذ حياة المصابين إلى أكثر من 10 أضعاف لتقف عند سعر يقارب 1,400 دولار للاسطوانة الواحدة. السكان لجأوا إلى مختلف الحلول لتوفير الأكسجين والعلاج لذويهم المصابين، واندفعوا بالملايين لتلقي جرعات اللقاح، ولكن ذلك لم يكن كافياً لوقف عجلة الموت التي تدوس كل من تجده في طريقها. المحارق التي تستخدم لإحراق الموتى على وفق الطقوس الهندوسية التقليدية تعمل على مدار الساعة وتوسعت لتشمل المزيد من الأراضي المخصصة لذلك. الجهود المحلية الكبيرة والمساعدات التي تقدمها الدول على ندراتها لم تسعف بلداً مثل الهند لتجاوز المحنة، والمقولة التي انتشرت مع بدايات ظهور كورونا ومفادها بأن حلول الأرض قد انتهت وأن الجميع بانتظار حلول السماء تنطبق حرفياً على الهند التي استنفذت كل ما بجعبتها وصارت تنتظر المعجزة في زمن لا تحدث فيه المعجزات.